فمسيرتك واستشهاد أبنائك في الصحراء وبطولة جنودك في الصحراء وأبنائك وإخوانك هي أعمال لا يمكن أن توصف بالعبث، بل يجب أن تحاط بكل ما يجب من الاحترام والإجلال والإكبار. التواصل اللام معينين نائب اتصال، يسمى نائب اتصال، هو اللي يمشي علبل، هو اللي يجيب البروات ويدي الاخبار ويجيب. بالنسبه لي قوت كان المهدي ولد الحويمد هرب المحطه من كناريا من اسبانيا وجابها جيش تحرير، ونائب اخو احمد المولى. عندما كان المغرب في قبضة الاستعمار الفرنسي والإسباني معا، كان هناك رجال أشداء محاربون بالفطرة لا يهابون الموت، كرسوا حياتهم للدفاع عن الوطن واستقلال أراضيه. تكبد المستعمر خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ومع مرور السنين أصبح جيش تحرير رعبا حقيقيا للمستعمر الفرنسي والإسباني. في الجنوب جميع قبائل الصحراء المغربية شاركت في عملية الكفاح للدفاع عن الوحدة الوطنية، من قبائل أيتبع عمران إلى شمال موريتانيا. شاركوا بإبلهم وبكل مواردهم وحتى بالمعلومات حول العدو ومكان التواجد ديالو ونقاط التمركز والمعسكرات ديالو. كان أهل الصحراء المغربية كيديروا كوبانيات ديال الاستطلاع، رجال كيخرجوا بالإبل ديالهم وكيتجسسوا على المستعمر، كيقطعوا المسافات في عرض الصحراء وكيجيبوا الخبار والمعلومات وكيعطيوها لجيش تحرير. جيش تحرير في البدايات ديالو ما كانتش عنده أجهزة اتصال، ولكن كان عنده نائب الاتصال. هاد نائب الاتصال وهو واحد الرجل على ظهر الجمل ديالو كيجيب الخبار ويدي البرقيات ويجيبها ويوصل المعلومات القادة جيش تحرير. ولكن هذه القضية غتولي متجاوزة من بعد أوجه البديل سنة 1957، منين غينضم الجيش التحرير المغربي ضابط فار من الجيش الإسباني يسمى المهدي بوياود الحويمد. تزاد المهدي بوياود الحويمد بمدينة طنطان سنة 1929، تلقى التعليم الابتدائي ديالو بمدينة سيدي يفني، ومنها انتقل إلى جزر الكناري، كمل الدراسة ديالو والتحق بالأكاديمية العسكرية للضباط بمدريد وتخرج برتبة ضابط تخصص اللاسلكي. وفي سنة 1957 فر من الجيش الإسباني حاملا معه العديد من أجهزة الراديو للإرسال والاستقبال ومحرك لشحن البطاريات وبعض البنادق، والتحق بجيش تحرير وعطاهم هاد المعدات اللي غتعاونهم بزاف في المهام ديالهم. الأسلحة اللي كانت عند جيش تحرير آنذاك كانت أسلحة بسيطة متمثلة في بنادق المستنطسيس، رشاشات البيمات 49 وبنادق الأورجو الإسبانية وعربات ويلز والبيرلي والعديد من المعدات اللي كانوا كياخدوها من التكنات الإسبانية والفرنسية هاد المداهمة ديالها أو كيغنموها من المعارك ديالهم، كمعركة أم العشار الأولى والثانية، مرقالة، روساقية، الدشيرة مع فرنسا، والقلال ودرهمة والرغيوة ضد المستعمر الإسباني، ومعركة قوفي والملحمية سنة 1958 اللي شاركت فيها إسبانيا وفرنسا معا ضد جيش تحرير. وكانت الراديوات اللي جاب المهدي إضافة كبيرة نفعات جيش تحرير. سنة 1960 انخرط المهدي بويا في صفوف القوات المسلحة الملكية برتبة ملازم، هو وخوه
اللي كان أحد قياد الرحى والمدعو بأحمد مولاي بويا. سنة 1975 غيكون المهدي بويا الضابط المسؤول على مخزن العتاد والمؤن بالفوج 22 واللي كان في طنطان. وخوه أحمد مولاي كان رئيس الفرقة المرابطة بقطاع فارسية في هذه السنة 1975 مرتزقة البوليزاريو دار بين حصار على الوحدة الثانية شبه قطاع الفارسية واللي كان كيترأسها أحمد مولاي. غيقدروا مرتزقة البوليزاريو متشديد الخناق على أحمد مولاي اللي غيتصل بالقيادة وغيطلب منهم الدعم خصوصا المينيسيون أو الدخيرة اللي قربت تنفذ ليه. منين يوصل طلب الإغاثة إلى القيادة غيطلب الكوموندو مجاهد اللي كان على رأس الفوج 22 بطنطان بتحرك قافلة نحو الفرسية. المهدي بويا غيطلب من الكوموندو مجاهد ينفذ هاد العملية وقال ليه ضروري من كوموندو أنني أنا نمشي ونعتق خويا. غيلبي الكوماندار هاد الطلب خصوصا أنه كيعرف أن المهدي ضابط شجاع وخبير بمسالك الصحراء والطرق الصعيبة ديالها. غينطلق ليطنو المهدي لإغاثة أخيه أحمد مولاي بعربات محملة بالكور والقرطاس في طريقهم إلى الفرسية مرورا بالوديان والشعاب المؤدية إلى شبه قطاع الفرسية. البوليزاريو غتوصلهم الخبار بخروج قافلة متجهة لإغاثة أحمد مولاي. من قربات القافلة المحملة بالدخيرة إلى منطقة روس الضميريين أو روس الساقية داروا لهم البوليزاريو كامين حكموا القافلة اللي كانت ديزة بين هضبتين وقاموا بإطلاق وابل من الرصاص والقذائف وهربوا. خلف هذا الهجوم العديد من الجرحى وتسعود ديال القتلى من بينهم المهدي بويا ود الحويمد. هكذا كان غادي المهدي يعتقوه وأصر على أنه هو اللي يقوم بهذه العملية، فكان أول ضابط مغربي استشهد في الصحراء، أول شهيد من صفوف الضباط. وصل الخبر كالصاعقة لخوه أحمد مولاي بكى الرجل على موت أخيه. كان شاعرا ينظم أعدب الكلام الحساني، كان محبوبا وشجاعا ابن قبيلة الجوت رحم الله الشهيد البطل القبطان المهدي بويا ود الحويمد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. التواصل قدام معينين نائب اتصال يسمى نائب اتصال، هو اللي يمشي علبل، هو اللي يجيب البروات ويدي الاخبار ويجيبها. بالنسبه للقوت كان المهدي ود الحويمد هرب المحطه من كناريا من اسبانيا وجاب الجيش تحرير ونائب الرحى اخو احمد المولاي.